أنا وأخويا سعد خليفة يا حبيبي يا تدرون بالمسرح أنا وياه يعني سنين بركت. فدي يوم من الأيام طلع من المسرح يا انتهى الفصل الأول هو على طول يباوع لي فوق ما يباوع لي جوا طبعا وأنا أباوع لي جوا فباوع هيك وايرات مجلغة. قال له الولد خليل عندنا أخونا حسين النجار تحية له. فقال لها شنو الوايرات مجلغة؟ قلت له هن بالسقف شنو وانت شي وصلك؟ ثاني يوم شنو هالوايرات؟ قلت له انت يا مالتك سعد. قال لا يسويهن. فديوم مطرت انتهى الفصل الأول طلع اكو مال سينما الرصافي هاي البوري حديدي لزم لزم سعد النتل تلوم طولي خشبة ودق دق 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 صحة. قلت له ها سعد. قال لي ادري بالامن العام والله لو قال لي لو ميت لو منتول ولا هالخشبة بس شنو سعد خلصت. هاي اكو واحد يجي تحت بهراد يغني هاي ايش تبون علي؟ اي والله رحت برجع شو كل هالسوالف فهذا اللي جنت حرف شاب حلو هاي اجى شايب ما بيقول تقاعد ماله وقاب لسه تعالج. قال له ها ابوي ايش مالك؟ قال له اذا انتحر. قال انت شباب جيت تنتحر انا ايش اقول على هذا؟ قال ليش جيت تنتحر؟ قال انا متزوج وحده عندها بنيه. ابوي شاف البنيه حليوه تزوجها جاب ولد منها. هسه يقول لي ابوه عمي اقول له جدي ابوي شو يقول له عمي اقول له ابوي. قال له انتحر مو سوسك مو سوسك. هذا كفد واحد عظام. هذا العظام يروح للفاتحه بس بيوم الثالث على مود يتعشى. فبالمنطقة فاتحة دخل الفاتحة منتظر العشاء قاعد يم ابن المرحوم. قال له اليوم الثالث مو إن شاء الله؟ قال له لا. انصدم كله شنو لا خيران جيرانكم وحاسب دا أقول لك اليوم مو الثالث. قال له ليش؟ قال له مو الأول ما حسبنا. قال له لازم طلع تسلل ماج ماج واحد 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 يقول قاعد يأكل بالفاتحة ويحب اللحم ثاركوا طفل وين؟ ويا بالصينيه فالطفل ياكل وذاك ياكل هذا اللي ياكل لحمه الطفل خذاها اللي ياكل لحمه الطفل خذاها هذا شو اسمه العظام سحق رجل هذا ها صح اخ الطفل. قال لي يا عم مو قلت لك حار اللحم اي صباح حلوه حلوه هو يريد هاي هو البارس الثاني ما ترقص الى ما ترقص انت قول لي وانا اقول لك اكو سلاح كل احنا نعرفه اسمه البرنو اي اي فهاي البرنو بالصوت من بعيد ما تطلع بب يعني بب بب عبالك طلق فيها المضروبه فمبينه ثاره برنو صح. فواحد قاعد بالقهوه اكبر كذاب بالمحافظه أكبر كذاب بالمحافظة. فقاعد جاء واحد قال لكم والله ثارة برنو البارح. قال أكو برنو الثور غير مال أبو سعود. قال له يعني مالتك؟ قال بيسع. قال له ورا صلاة الظهر أنا ثورت. قال له تأكد يا معود. قال له أقول لك أسأل يا برنو عم الثور إلا مال أبو سعود؟ مال أبو سعود. قال يعني انت رميت البارح ورا صلاة الظهر؟ قال لي قال احطك كتلت هاي اشتي 3 ملايين